السلام عليكم البنات، نهاركم مبروك. السلام عليكم كل واحد يشاهدني وكل واحد يشوف الفيديو ديالي، تلقي ليه تحيه. اليوم ان شاء الله تحت طلب ديال واحد المشاهده قالت لي عفاك نوال، هضري لنا على سوبرادين. سوبرادين شحال خصنا ناخذو فيه وامتى ناخذوه والانواع ديالو وشحال المده اللي ناخذوه ولا كثرنا منه شنو لي زيفي ديالو. انا غادي نجيب لكم سوبرادين ونوريكم الانواع اللي كاينين في سوبرادين اللي ديسپونيبل عندنا. دونك هو كاين سوبرادين دوبل اكسيون العادي ياك، وكاين سوبرادين بوست. كاين سوبرادين دوبل اكسيون العادي وكاين سوبرادين بوست. انا غادي نحاول نهضر لكم عليهم بجوج. بالنسبه لامتى خصنا ناخذوا سوبرادين اولا ناخذوا اي مكمل غذائي اللي تعطينا لينيرجي وتعطينا الطاقه، اللي تيكونوا فيه لي فيتامين كثار وتيكونوا فيه لي مينيرو بزاف. الوقت اللي خصنا ناخذوا فيهم هذا الفيتامين هذا هو الوقت اللي تنحسوا براسنا. دونك الوقت اللي خصنا اللي تنحتاجو باش ناخذ مكمل غذائي من هذا النوع هذا اللي فيه اللي تلقاو فيه 12 فيتامين، تلقاو فيه 12 ملي مينيرو، تلقاو فيه بزاف ديال الحوايج بحال سوبرادين. كاين سوبرادين دوبل اكسيون راه فيه الكبير وفيه الصغير، وكاين سوبرادين بوست تا هو فيه الصغير وفيه الكبير. امتى الوقت اللي خصنا ناخذوهم ونقول لكم المكونات ديالهم، نقول لكم التأثيرات الإيجابية ونقول لكم التأثيرات السلبية. بالنسبة لهاد سوبرادين إنرجي، سوبرادين إنرجي تيحتوي لنا على دي فيتامين بزاف، يعني تقريبا 12 10 ديال لي فيتامين و 10 ديال لي مينيرو. تحتوي على فيتامين ا بي ان بي دو لي بي كلهم، لا فيتامين سي، لا فيتامين دي، لا فيتامين او، لا فيتامين ك. وتحتوي لنا كذلك على دي مينيرو. لي مينيرو تنعرفوهم داخل فيهم مانيزيوم، داخل فيهم الزنك، داخل فيهم الكويبر، داخل فيهم الكروم، داخل فيهم السيلينيوم، داخل فيهم بزاف. يعني تتلقاو هاد المكونات هذا، هاد الكومبليمون اليمونتير معزز بزاف ديال لي فيتامين. انت خصنا ناخذوه، ماشي حنا ما عندناش فايقين مزيان. احسن حاجه البنات تبعدوا على لي كومبليمون اليمونتير. انا راه تنقولها وتنعاود نقولها ونعاود نقولها، شتي فعود ناخذ واحد الفانيد هكا مع الصباح اللي يعطيني واحد الطاقه ايجابيه واللي يعطيني واحد الطاقه ويحيد عليا العيا وكذا. ناخذ واحد الكاس ديال الليمون اولا كاس ديال العصير يكون ميكست اولا ناخذ يعني شي حاجه طبيعيه. انا حس ليا ما ناخذ هذا، انا سوبرادين حاله هذا سوبرادين بوست، ولكن امتى تنشربه؟ انا نقول لكم هذا تيعاون على تنشيط الطاقه وتعزيز يعني الحاله الطبيعيه. امتى ناخذوه؟ ناخذوه في الوقت اللي تنحسوا براسنا، يعني من بعد شي فتره ديال المرض اللي ما تنكونوش تناكلو، الوقت تنبغيو نوضو تنحسوا براسنا فتره ناقه، تنحسوا براسنا عيانين يعني مهدودين، كنا في ديك الفتره ما تناكلوش مزيان، اولا شي وقت اللي تتكون عندنا الخدمه كثيره ما تنكونوش تنعسوا مزيان، ما تناكلوش مزيان. يعني الوقت اللي نحسو بالذات ديالنا محتاجه فعلا داك الفيتامين باش ناخذوه. بالنسبه لهذا الا خديتوه هما كاتبين هنايا ما خصكمش تفوتوا فيه 30 يوم، تيتخذ هو في الصباح من بعد الفطور حيت تيفيق تيطير النعاس. بالنسبه للرجال ولا الدراري اللي تيبغيو اللي تيخدموا بالليل وتيبغيو ياخذوه بحال هكا، عندهم الليل كامل هما سهرانين ياخذوه هكا مع العشاء ديالهم اللي يتعشاو ياخذوه، وحبه وحده في 24 ساعه. هنا كاتبين لينا في 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 هذا ديالو لمده الاستعمال مصابها 30 يوم، ولكن انا تنقول لكم ما تاخذوش 30 يوم. الا كنتو حاسين براسكم تاخذوه عند الحاجه بحال هكا، ناخذ واحد 3 ايام ولا 4 ايام الا حسيت براسي عيانه ولا لاطونسيو هابطه ليا ولا صحتي مهلوكه، ناخذ واحد 3 ايام ولا 4 ايام ونحبسو ونخليه الوقت اللي انا محتاجه ليه عاد ناخذو. الله يعطيكم الستر، انتبهوا لهذه القضيه هذه. سوبرادين تيعطينا لينيرجي وتعطينا الطاقه. كاين هاد النكهه نتاعتو زوينه بالبرتقال، كاين هذا ما فيهش سون سكر، يعني ما فيهش السكر. الناس اللي عندهم الامراض ديال السكر ياخذوه. بالنسبه للسيدات الحوامل يعني واللي تترضع ما تاخذوش، حيت فيه شي حوايج اللي ممنوعين على السيده الحامله واللي تترضع تاخذوه. السيده الحامله وتترضع ديما تنقول لكم رجعوا للطبيب ديالكم، هذا بدون سكر. حنا كملنا من سوبرادين العادي دوبل اكسيون، كاين سوبرادين بوست. سوبرادين بوست الا جينا نشوفوه سوبرادين بوست اشنو اللي زيد عليه؟ زيد عليه هو تقريبا نفس الفيتامينات
ونفس هي هو فيه واحد الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك بلي دوزي زايده فيهم لا دوز على الاخرين، وهذا زايده فيه الجوارانا. الجوارانا هي واحد الماده اللي تعطينا الطاقه للجسد ديالنا. دونك قلت لكم هاد سوبرادين بوست باردون زايده فيه الجوارانا، فيه واحد لوغو زوين يعني المذاق ديالو زوين، حتى هو تتخد حبه وحده الصباح من بعد الفطور. يعني هاد سوبرادين بوست كنعطيوه للناس اللي تيسهروا بزاف، اللي تيحسوا الماده اللي فيه هاد الجوارانا هي الماده اللي في الريد بول. تتلقاو بزاف تيشربوا الريد بول باش تفيقهم باش توقدهم. منين تاخذي حبه ديال سوبرادين بوست فريمون تتحسي براسك داك العيا وداك النعاس وداك الخمول اللي فيك ما بقاش، يعني راكي عطاك طاقه وعطاك حيويه اكثر. دونك منين تاخذيه وتتحسوا عطاك طاقه وعطاك حيويه اكثر. بالنسبه حتى هو سوبرادين بوست حتى هو راه بدون سكر، ولكن نقول لكم واحد الحاجه البنات، هنايا كيف تيقولوا لك 30 يوم تقدري تاخذيه يوميا، انا ما ننصحكمش به 30 يوم. كيف قلت لكم ناخذوا 3 ايام 4 ايام. اي واحد تيجي عندي الكونسي لا فارماسي تيقول لي راني حاس بالعيا ولا حاس هذا بشي مكمل غذائي ولا شي فيتامين اللي يحيد لي هذا الارهاق وهذا العيا ويفيقني، تنخدم في الليل تيجيني النعاس تنبقى شي حاجه اللي تفيقني. سوبرادين بوست كي تاخذيه ب 30 دقيقه تتحسي، يعني الا كان فيك النعاس ومرخيه تتحسي براسك تطقدي وتعطيك طاقه وقوه اكثر. ولكن الناس اللي عندهم امراض مزمنه، خاصه 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 الناس اللي عندهم امراض ديال القلب، اولا الناس اللي عندهم دقه ديال القلب ما مقادينش، اولا الناس اللي عندهم امراض مزمنه، اللي الناس ديال امراض السكري ماشي مشكل، المهم بالنسبه للناس اللي دايرين عمليات على القلب او اللي تيتعالجوا على القلب ديالهم، مشاكل عندهم مشاكل في القلب ديالهم، ننصحكم ما تاخذوش نهائيا سوبرادين، خاصه سوبرادين بوست ما تاخذوا حتى مكمل غذائي الا ما رجعتوا للطبيب ديالكم. راه على قد ما فيه افاده للصحه ديالكم على قد ما فيه سلبيات للصحه ديالكم. نحاولوا ما ناخذوش الدواء عشوائيا، الا بغينا ناخذوا شي حاجه نمشيو نسولوا الصيدلي ديالنا او الصيدليه ديالنا هو اللي غادي يوجهكم واش يمكن ليك تاخذي هاد الملتي فيتامين او لا ما يمكن ليكش تاخذيه. يعني انا بغيت كلشي الناس الصيادله كلهم يخدموا بضمير، ما نخدموش باننا بغينا نبيعوا فقط. يعني انا يجي عندي شي واحد يقول لي راه عندي وعندي وعندي وعندي، نقدر نصحو بشي حاجه طبيعيه احسن ما نبيعش ليه الدواء. نخدمو بضمير، الا كنا تنخدمو بضمير وتنعطيو الكليان ديالنا اولا تنعطيو الناس المرضى اللي تيجيو عندنا الافاده اكثر وتنحاولوا نصحوهم بحوايج اكثر، احسن لنا ما ناخذو الفلوس ديال هذاك الدواء ونحطوه في لاكيس ديالنا ونعرفوا راه غادي يمشي يبقى تيشرب فيه، يقدر يخدم ليه، يقدر ياثر عليه، يقدر لا. انا هكا باش تنخدم، وهذا هو السيستيم علاش مربينا الدكتور ديالنا ديال الصيدليه، وهذا الشيء باش غاديين خدامين بضمير. المهم هذا الشيء اللي غادي نقول لكم، غادي نقلب الكاميرا، ما نخدموش باش نبيعوا فقط. راه منين تيجي عندك المريض، منين تيجي متجه ليك الصيدلي ديالك، الصيدليه ديالك قبل ما تيمشي عند الطبيب راه تيمشي، هذه راه معلومه عارفينها كاملين حنا في المغرب بلا ما نكذبوا على ريوسنا. دونك كيف قلت لكم المريض فاش تيحس بشي حاجه تيمشي للصيدليه، تيجي عند الصيدلي ديالو تيسولو تيبغي معلومات على اشنو تيحس. حاولوا توجهوهم الناس اللي محتاجين فريمون الطبيب، خصهم يمشيو يشوفوا الطبيب ويشوفوا مناش داك العيا وداك الارهاق اللي تيكون ديما. هادو بالنسبه لهاد المكملات الغذائيه الا كنتو عارفين داك العيا وداك الارهاق مناش جايكم، يعني من سهران اولا دزتوهم شي فتره مرض اولا من قله الاكل، يعني شي حاجه اللي راكم عارفينها. غادي نقلب الكاميرا باش نوريهم لكم عن قرب، وغادي نقول لكم الثمن ديال كل واحد فيهم. و دونك كيف قلت لكم سوبرادين بوست، سوبرادين بوست تعطينا النتيجه في 30 دقيقه، تيبان لك بدون سكر، في فيتامينات كثيره والجوارانا بنكهه الفواكه، يعني المذاق ديالو زوين بدون سكر. الاخذ ديالو بعد الفطور، يعني ما تاخذوش قبل الفطور، منين تفطروا عاد تشربوا الفيتامين ديالكم. الله يعطيكم الستر. هذا فيه 10 ديال الحبات، هذا فيه 20 حبه. هذا الثمن ديالو باش نقربكم الثمن، هذا 59 درهم، وهذا الثمن ديالو 89 درهم. فوالا
89 درهم. دونك الا خديتو الكبير تيطيح عليكم رخص. بالنسبه للسيبرادين العادي هذا سيبرادين التجديد الطاقه وتعطيك تعطيك انرجي وتعطيك طاقه. هذا بحال قلنا هذا 50% تعطيك طاقه، هذا اللي فيه الكورانا 100%. دونك هذا الثمن ديالو 79 درهم يمكن، هذا اييه الكبير 79 درهم والصغير 49 درهم. كيف تتشوفوا هذا فيه 10 ديال 8 ديال الحبات عفوا، لا 10 باردون، هذا 10 وهذا 20. هذا كذلك كيف غادي نقول لكم، الله يعطيكم الستر، ما تاخذوش ما تاخذوش الا ما كنتوش محتاجين ليه. والناس اللي عندهم امراض القلب ما ياخذوش بزاف. وبالنسبه لما تاخذوش يوميا يوميا، يعني كاع لبتو تاخذوه يوميا واحد 4 ايام 5 ايام نحبسو ونخليوه. انا راه حله هذا وحاطه عندي لداخل. امتى تناخذو؟ كاينه شي ليله نفيق مع بناتي بزاف يمرضوا، اولا انا ما نعش مزيان، اولا ما نكونش عيانه، فين تنفطر تنجي تناخذو حيده، يعني في شحال وشحال وشحال يعني باش ما لقيتو تاخذوا اكل طبيعي واكل صحي وتنعسوا مزيان ترتاحوا مزيان، تاخذوا الوقت النوم ديالكم الكافي اللي خصكم تنعسوا فيه 6 ساعات حتى 7 ساعات تفطروا، يعني الفطور راه هو الوجبه المهمه 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 لينا. يعني كاينين الناس اللي تيديروا غلط ما تيفطروش، تفطروا، راه الفطور هو الوجبه المهمه هو الاساس علاش تنمشيو النهار كامل. بالنسبه للناس اللي دايرين شي ريجيم اولا معتمدين شي ريجيم، حاولوا وبغيتوا تاخذوه خذوه كمكمل غذائي ماشي مشكل، هي المهم ما تطولوش فيه بزاف. هذا الشيء اللي غادي نقول لكم. تنتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم. الا عندكم شي اسئله بالنسبه للسيبرادين اولا عندكم شي اسئله في اي موضوع خليوا لي التعاليق، وسمحوا لي بزاف الا ما كنتش تنقدر نجاوب على التعاليق ديالكم كلكم، راه مع الوقت تيداه مني، عرفتوا الخدمه، المسؤوليه ديال المنزل، المسؤوليه البنيات، المسؤوليه ديال الوالده الله يطول ليها في عمرها ويشافيها. دونك تنحاول نعطي لكل واحد الوقت ديالو. هذا الاسبوع عاد ما درتش اللايف، سمحوا لي بزاف. الاسبوع الجاي تنوعدكم ان شاء الله يوم الاربعاء اولا الخميس الساعه 8:30 مساء، دابا راه الشتوى بارد الحال، يعني تدوي العشاء مع 8 نصليو العشاء ديالنا، نوجدوا المكان ديالنا فين غادي ندير اللايف، ندير معكم اللايف، نحاول نجاوبكم على الاسئله ديالكم كلكم. دمتم في رعايه الله وحفظه، والهلا يوريكم شي شر باش تحتاجوا كاع شي دواء ولا شي مكمل غذائي، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. والهلا يخطيكم، تيعجبوني بزاف دوك التعليق الزوينين اللي تحطوا في حقي، حيت تنعطيكم انا والله العظيم البنات الى اي مشاهد تيشوفني تنعطي من القلب ديالي، يعني تنعطي من القلب ديالي. دابا تقريبا عام ونص داز ليا في القناه الاولى وعام ونص داز ليا في القناه الثانيه ما تنهتمش باش نعطيكم محتوى فقط باش يدخل ليا الفلوس ولا باش نربح، لحد الساعه باقي ما تربحش في اليوتيوب، تنبغي نعطي افاده للناس باش يستافدوا هما في ديورهم وباش تعم الفائده وتكونوا نتوما في قلوب ديوركم والصيدليه تدخل تطل الدار عندكم وتتعرفوا معلومات عليها. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لفيديو قادم إن شاء الله.